اش هاد با الميزوك ستطلع يخلي لكم اسمح لي هاد دقيقة عندي لكم واحد بروبوزيسيون اوكي الى هاد الفيديو وصلتوه لعشرة الاف لايك غادي انا وعد بالله ما قولت انا ندير فيديو من هاد النوع وخلاص عارفكم هادشي اللي كنتو باغيين وحياتكم كاملة انا غادي نديرو لكم الى بغيتو وخا يلا عشرة الاف لايك واش تقدروا عليها الميزوكسات واش نتوما مادلات انا اظن انكم تقدروا عليها ولا غنشوفو جو داون دير like it go ahead what the fuck you waiting for fucking like the thing غادي يكون فيه كاع داكشي اللي كتوقعوه يكون في هذا النوع ديال الافلام غادي يكون فيه ان شاء الله واحد الموعظه غادي يكون فيه واحد الايه قرانيه في الاخير باش تقويو وتامبليفي ديك الموعظه اللي فيه غادي يكون فيه تمثيل حازق ما فيه ما يتشاف شنو اخر غادي يكون فيها اغتصاب غادي يكون فيه قتل غادي يكون فيه جرح غادي يكون فيها ضرب للام والاخت 10000 لايكس جو اهيد اي شرا لا فلايك كمان ميوزك سات ما تحشموني جا افكو كناش في الساحه هي دلايلا ميزوك سات بزاف منكم باغيين تدخلوا للعالم ديال اليوتيوب وبزاف منكم حاسين بلي عندكم شي مواهب لا في التمثيل لا في التصوير لا في الاخراج لا في السينماتوغرافيا ولكن ما عارفينش شنو خصكم ديروا باش ديروا شي يوتيوب ديال الاقلام الفصيره انا درت بعض الريشيرشات وما الى ذلك وتوصلت لبعض المسائل اللي هي ثلاثه ديال المسائل الاساسيه خصكم ديروها ضروري الا بغيتوا ديروا الاقلام الفصيره وتكونوا ناجحين غادي ناخذوا باغ اكزومبل في هذا الفيديو سي حسين صيف غادي ناخذ الحسين والصافيه كاكزومبل في هذا الفيديو لحقاش قدر يجمع 476 الف سبسكرايبر واي بيكوز ذاتس هاو مافيا وركس اول حاجه خص تكون راسيست خصك دير مجموعه ديال الافلام فين البلوت ديال هذا الفيلم والكوميديا ديالو دايره على لون البشره ديال هاد الناس لي طوب الثاني اللي استنتجتها واللي خصكم ديروها ديروا واحد الكولابوراسيون مع حسن غونزاليس الا درتو كولابوراسيون مع حسن غونزاليس فيرست ام جيلس اند سكند ام جيلس وثالث حاجة ما ديروش غير الأقلام الفصيرة واخا مثل التحديات والتشالنجز وبرانكس اللي طبعا غادي تكون ذات طابع جنسي مرحبا خوتي خواتاتي اليوم جيت بشالنج جديد خوتي اليوم غندير واحد التشالنج ديال اليوغا خوتي ما شفت شي واحد ديرو في المغرب قررت انا نديرو خوتي انا الاول كانش خليك ديرو ما كانش ديرو حتى واحد ما دارو في المغرب لاسباب متعدده وواضحه هضرب بعدا غنصفر وش دير خوتي شي يوغا جدا شي نو واش هذيك ديال ديزني هذيك الانترو ديال ديزني غير من الاول كيبان لنا الاخوان بلي هذا الشيء راه برودكسيون كبيره انتما ديزني بداتها هي اللي لي برودوسات هاد الفيلم كامل شنو بغيتو اكثر قولوا دار ديال ديزني وجه الحشمه ما عندكمش والو وجوهاتكم قاسحين هذه قصه حقيقيه حدثت منذ 4 عام انا ما ندرش عربيه مزيان انا واخا عشت حياتي كامله في المغرب ما ندرش عربيه مزيان ما عرفتش علاش هذا مشكل دائما كان عندي هذه قصه حقيقيه حدثت منذ 4 عام اللي فتاه قتلت شاب خدعها ولوت شرفها زعما لوت بحال فورتنايت فاش كيكون شي حاجه كتجبد منها كتلوتي منها المسائل ولا لا ولا لا لاعب جميل وذكي جدا على الكلمات واش هذا الشيء من الغباء اللغوي ديال الكاتب ولا من الذكاء الجينيوس بزاف ديال الكاتب لن نعرف مدى الحياه اهلا تفضل كي دايره بخير لاباس الحمد لله الحمد لله كي دايره انتي بخير بخير الساعه ايوا الحمد لله وكيف غادا مع شي خدمه مزيان بخير الحمد لله خويا
باخر الحمد لله خويا باخر الحمد لله كلشي والد باخر الحمد لله خويا الحمد لله خويا باخر الحمد لله خويا ايوا الحمد لله وكيف هذا ماشي خدمه مزيان ينو واحد الحاجه لاحظتها عمرهم ما كيشوفوا في بعضياتهم عمر الاي كونتاكت ما بيناتهم ما كيوقع نهائيا والو نقول بعض منكم غادي يقول او هذا لحقاش هما ممثلين حازقين ما كيعرفوش يمثلوا ولكن لا 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 انتما غلطين بزاف لحقاش هادي تكنيك ما كيديروها غير الممثلين الكبار اخر الحمد لله ايوا مزيان كتعي والله انا عايش من ديك الخدمه ايوا الصبر وشنو بان لك ما نخرجوش عشيه تخرجوا عشيه راكم خارجين دابا ما عرفتش والله ها ما عرفت العشيه عندك عشيه ما خدامهاش ايوا شوف انت شي دابا بغيتي نخرجوا عشيه نخرج راكم خارجين دابا علاش بغيتي تخرجوا عشيه شوف انت شي ها صافي بيناتنا بيناتنا التليفون لا بيناتنا الفاكس جاءت سكرة الموت بالحق صوني لك انايا ولا بغيتي نتشافوا نتشافوا صافي يلاه توصلنا الطوموبيل نوصلك دابا الطوموبيل يلا مرحبا المهم بغيت نقولك فاطمة الزهراء باللي راك كتعجبيني بشحال هادي وما كنتش قادر نقول لك المهم انا قلتها هكذا اوه واش داوي حسين بالصح داوي معاك بالصح فاطمة الزهراء والله علاش دار داك الزو داك الزوم دولة الحكومية يعني دابا فاش الزوم هو بعدو على راسو جمع لي داكشي كيضحك واش داوي حسين بالصح داوي معاك بالصح فاطمة الزهراء والله و راه كنبغيك والله ما كنتش قادر نقولها لك وكان جات الفرصة دابا باش نقولها ما قدرتش نبقى مخبيها ما خليتش ليا ما نقول لك والله ما عرفتش شنو غندير المهم دابا هادشي اللي بان لك ديري فاطمة الزهراء صافي صافي المهم شنو بان لك خرجوا غدا شنو صافي واخا ويلي هو قال لها كنبغيك وهي قالت له صافي واخا حواو حواو اش هاد الشابي ربي العزيز صافي واخا صافي نخرجوا غدا يا نخرجوا غدا صافي ما بقاش غادي يخرجوا العشيه غادي يخرجوا حتى الغدا علاش غادي يخرجوا حتى الغدا لحقاش دابا هو سيدي في الاول كان باغي يخرج العشيه ياك ولكن ما كانش من اونتيسيبي بلي غادي هي تقول له بلي والله ما غاديش تقول له كنبغيك ولكن قالت له صافي واخا ومن هذا خصو هاد العشيه خصو يمشي بريباري ويسيليبري شويه لحقاش قالت له صافي واخا والغدا ليه ان شاء الله عاد يتلاقى معها محبوكه القصه محبوكه جدا 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 دابا هما كيقولوا لي ها انت الدود هاك ضحك علينا ها ما كيديروا دابا حتى شي افور ابخي انجو انجو اي قلبي اوه تلاقاو غدا اوه يا شوفوا زعما عندهم واحد الحب ديال البنايه تبارك الله كنوا غاديين داكشي زوين ورومانتيسي وكلشي اين فا بربلاق سفرفلاق شنو كتصوروا كان يقول لها في هاد لا سين اوه شو انا ما عرفتش شنو غادي نقول لك دابا شتي الهير كان طوبيس بلاتي نتكى عليك شويه ديك الريحه ما تتكاش ليا مال راني نضرب يما شوفي ونمشيو ناكلو كسكسو الا ما كيعجبنيش كسكسو امريكي انت حمار ما يعجبكش كسكسو شوفي مال انا فرحانه اليوم علاش فرحانه بهاد العلاقه اللي بيناتنا والله فرحان قسما بالله حتى فرحان والله والله ان شاء الله غنتزوج وغنحقق احلامي في كامل غنحققها طوموبيل غنشري وغنشري سمك غنشري ودار غنشري طوموبيل وغنولدو وليدات وصراحه ان شاء الله شي واحد اللي راس من ديك المنقاله في راسو غادي يكون باغي يضحك عليك دابا ما عرفتش واش هاد الفيلم غادي يكون فيه شي تويست هي هذيك اللي مخدومه مزيان وغادي بصح يحقق لها هاد الاماني ديالها ويتزوج بها ولا غادي غير يكذب عليها كما جميع الافلام في هذا الصدد
انا في ناس صافي ما كنتش عندك الساعه سمع فما كنتش عندك لقاك داس ضروري خويا شوف شوف عمرهم ما كيشوفوا في بعضياتهم دائما خايفين هكا مناش خايف علاش خايف حتى انا دخلني الخوف او كمان دابا فاطمه انسان انا دابا اليوم عيد ميلادي واش ما خاصنيش لي خاطري ويعني عادي فاش شي حاجه راه هو اليوم عيد ميلادو بغا شي معاه تحتفل معاه في الدار نقول لكم واحد ملاحظه بسيطه لاحظتها هنا كما كتشوفوا البنت ما باينش وجهها دايره الشعيرات ديالها ديال راسها مغطين على وجهها شيء اظن انه من ذكاء المخرج والسينماتوغراف باش يقول لنا زعما هاد البنت راها غير بودي قدام هاد راها ما عندهاش وجه بحالها بحال كاع البنات الاخرين راها غير جسد قدامه باغي غير يستغلها ويرميها عاوتاني يعني بحالها بحال الاخرين يعني هذا ذكاء ذكاء شو داكشي ميتافوريك وايبربوليك وجميل جدا اور يو نو ما عندهم غرض واش يبان وجهها ولا ما يبانش ولا الهلا يقلب كاع صافي اول مره واخر مره مو صافي يعني واه شكون اللي كيحشم مزيان مسكين غادي بزلاي بلاتي ولكن دابا يحشومي مسكين شنو غنلبس اليوم شوفي انت شنو تلبستي شنقول لك انا شحال جبت ليك زوينه مزيان اصلا شكون كيجي زوين ماشي مشكل رومانتيكي هاد السيد رومانتيكي المهم بغيت نقول لكم علاش غاتجي عندي معاه ما ديك تسعود بحال هكا صح برتوش مع تسعود الليل كتوقع ما نو برتوش مع تسعود ديال اللي ما كيوقعش مالك فين عايش سكون انت غير فيرجن بعدا شنو كتعرف برتوش مع تسعود ديال الليل كاين صافي مع تسعود انا نجي على الطوموبيل ونزك ونمشي صافي اخ قلبي تخفي بكلام الناس خلي عقلي حاير خلي قلبك وسواس الله على السكور الموسيقي اللي كيستعملوا الله 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 داكشي اوكي صافي قضاو الغرض داكشي خفن زربن يانا صافي غمض عينيك صافي قضاو الغرض ولكن هاي عاوتاني واحد الحاجه اخرى ما لاحظتوهاش باش المخرج يبين لنا بلي راه الغرض تقضى وسالوا المسائل وعاتقه دخلت في فخيته وكاع داكشي كنشوفوا هنايا فهاد المقبض الضوئي عندنا شويه ديال السبرم اور يو نو شويه ديال الصباغه وصافي المهم يلا نوصلك دابا اوه نو الله اكبر اوه نو راه تقية اوه نو راه تبكي صافي انا لا اعلم انا باقي ما تفرجتش في الفيلم كامل ولكن جو بونس اظن انه دابا الشخصيه ديالو غادي تقلب 100% قبيله كان كيشوف فيها مره في 10 دقائق دابا ما غاديش يبقى يشوف فيها في مره كاع وغادي يبقى ينار يبقى يبخ عليها لعبها داير غير الجهه الاخرى ويقول لك واش جوين اون بيتش واش جوين اون وات يو وان وات يو وان فور مي بيتش ها سام جوين اون وات ها ما خدمه شنو درتي؟ شنو هو ما سميتكش؟ الفحوصة الطبية اوكي شنو هو؟ راها حاملة او ماي جاد واش توقعتوها؟ او ماي جاد الا كتابة واو ايثن كيب ات اب حاملة؟ ما من حاملة؟ كنتي مريض مش عارف اش كتقول لا شكون هو اللي كنتي معاه؟ كيفاش كنتي معايا انا؟ واش
سمع شنو عاتك؟ شنو ما بقيتش غنتزوج بك انا؟ سير سير العدد اللي كنتي معاه هو اللي غيتزوج بك. او ماي جاد. من اليوم ما بقيتش عارفيني من عرفه. او نو. سمع سمع من اليوم ما بقيتش عارفيني من عرفه. ما كتخليوناش حتى كندخل في المود وكتقطع. اه حسين كنهضر معاك سمع الموسيقى سمع سمع ايوه واقف الحمد لله اخويا ايوه ما كنتي تمشي لا بغيت نهضر معاه فاش بغيت نهضر معاه فاش ضروري تمشي دابا ايوه واحد الحمد لله صافي قلت لكم داك الشيء متراقد غيا غيا عاد دابا كنقول له جلاس اخويا ايوب دابا قال له سير اخويا ايوب اقفلني علاش لا شي صار سير لا 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 شنو بغيتي تشري؟ روح انا غنقلب عليك علاش؟ بغيت نشري معندك المسدس لا دودا هاد الفيلم بروفيسيونيل بزاف ديال الناس يقدروا يغلاطيو ليه حقاش قصة واقعية حدثت قبل 4 عام سو بلا ما نضحك الله يخليك بلا ما نضحك كنقولو مسدس كنقولو مسدس في الحياة العامية ديالنا زعما نعطيلك انت درية ما غاديش يعطيه لا عرفتو علاش ما غاديش يعطيه المسدس لحقاش انت دريه شتي علاش ما غاديش يعطيه كتابه رائعه وانا دابا غنعطيك الدريه خويا راه غير دار واحد الدري ضحك عليا وبغيت نتعاقب ليه انا غنتعاقب لا لا بغيت ناخذ حق بيدي شيز لايك اغبى كريمينال في العالم باغي تنتقم من الدري اللي ومشات عند السردوان هنايا وقالت له بغيت المسدس باش ننتقم من الدري اللي صافي في العشيه نقلب شي واحد والعشيه صافي تخلي يلاه يفراسك باي عنده الحانوت في الدار هذا حتى الحانوت ديالو برتوش اردوان اردوان ومن يطيح تشوفي النفس ديالك باقا ديزو الساعة اللي تشوفي باقا ديزو نصحيها مزيان كنبقاوش في البصل ديالك ترجعي نفسك بلاصة طيور فيها تزيف وغترد ديالي صافي شوفي النفس مزيان شوفي النفس بنيفو إلا نيفو ما كانش يدير داك هنا راه باقي حي ولكن إلا كان باغي لا بلاتي إلا نيفو ما كانش يديرها هني راه باقي لا بلاتي صرا ما بغيتش زعما كلش كيصاحب كترجع معايا بحال هكا عاتاني قضاو الغرض دائما هو كيكون داخل مزيان في كوفيرتور ديالو زوين وهذاك سخيخن وهي كتكون جالسه تما لابسه حوايجها كاملين وعينيها هابطين لتحت عينيها هابطين لتحت كل شيء والا الحشمه هالحشمه كاع فيهم تبارك الله درت واحد المفاجاه مفاجاه واشني المفاجاه ما عرفت انا جيت سبعين واش نعرف المفاجاه واخا واخا وات نو واخا واخا شنو كدير واش ما كيف ما ضيعتيني في حياتي غنضيعك في حياتي ما بكيتيني غنبكي مو اللاينز ديالهم كيخرجوا ما دد 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 ما عندهمش علاش يضيعوا الوقت ولا يبيلديو الدراما ولا شي حاجه كمان غيخرج داك الشيء وحده من الاخرى واش طيتي كوش ما دويش واش محتاجك شحال هذا
كيف ما ضيعتيني في حياتي غنضيعك في حياتي، كيف ما بكيتيني غنبكي امك. اوه شيت ايز داد القاء القبض على فتاة بعد ان قتلت فتاة، ماشي الفتاة ولا عيط لها بسميتها فتاة، فتاة تصل. سجنت الفتاة بعد سجنت الفتاة عدة شهور وخرجت بسند كفالة. يا امينة فاش كنقتلوا شي واحد وكيكونوا جميع الأدلة ضدنا وكندخلوا للحبس على القتيلة اللي درناها، تقدر بكل سهولة انك تخرج بكفالة. هادي كاينة كاع الناس عارف. او ماي جاد امشي ندوش امشي ندوش جاست كيرينغ، انا عمري ما كندوش كاع. واو الله يخليكم في هاد 2019 نخليو هاد المواعيد وهاد الافلام ديال كاكا نخليهم في 2018 واخا بلا ما نجيبوهم معنا حتى لهاد العام. اتس لايك تفرجتوا الحلقة واحدة من مسلسل من دار لدار، ديك الحلقة ديال هذا اغتصبها وانا لا زيد درت لي كنتو كتعاودوها وكتقياوه وعاوتاني تاكلو وعاوتاني تقياوه وعاوتاني تقياوه. شكون مزال تفرجوا لهاد الفيديو ما تنساوش ديروا لايك 10000 لايك حتى انا غادي ندير لكم واحد الفيلم، واحد الفيلم ما تسالني على فداك الشيء فيلم وفيلم كرشي بدا توجيني عاوتاني. Okay, it's childish, can't be no homegirl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like it's coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter.